ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا حابب النهارده اكلمكم عن موضوع مهم قوي، هيفيد ناس كتير وهيفيد خصوصا البنات اللي داخله على جواز او الستات اللي بتفكر تحمل تاني. الموضوع ده مش واخد حقه كفايه، وهو صحه المراه قبل الحمل. ازاي تحافظي على نفسك وتحافظي على صحتك قبل ما تفكري في الحمل؟ انا الدكتور فادي، وتابعوا معايا لاخر الفيديو. اول مشكله وهي الانيميا، ودي مشكلة منتشرة كتير قوي أثناء الحمل في الستات. طيب إزاي تتجنبيها؟ إنك تعملي صورة دم كاملة أو سي بي سي وتشوفي نسبة الهيموجلوبين. لو أنت عندك أنيميا تروحي تتابعي مع دكتور ويديكي حديد. طيب لو أنت مش عندك أنيميا إزاي تحافظي على نسبة الحديد في الدم؟ هقولك على حاجات بسيطة تعمليها، وهي تاكلي كبدة الفراخ أو الكبدة عامة بيبقى فيها نسبة حديد عالية، أو اللحوم الحمراء والفراخ وبرده السبانخ. إيه أضرار الأنيميا أثناء الحمل؟ هي مسؤولة عن 20% من وفيات الستات أثناء الحمل، والطفل اللي بيتولد بيبقى عنده نقص في مخزون الحديد العالي. حاجة تانية وهو الفوليك أسيد اللي هو فيتامين B9، ده مهم. طبعا مهم جدا، لأن بيحميكي من حاجة اسمها ماكروسيتيك أنيميا او حاجه اسمها نيورال تيوب ديفكتس، وهي التشوهات الجهاز العصبي للاجنه. طيب دي نحلها ازاي او نحمي نفسنا منها ازاي؟ ان انت تروحي للدكتور يديكي فوليك اسيد على الاقل 3 شهور قبل ما تفكري في الحمل، تاخديه كل يوم عشان يحميكي ويحمي الطفل بتاعك. حاجه تانية وهو فيتامين د. فيتامين د مهم قوي عشان يحافظ على الخصوبه وبيحافظ على نسبة الكالسيوم في الدم. طيب مين السيدات اللي عندهم مشاكل نقص فيتامين د؟ اللي هما بيبقى عندهم بشرة سمراء أو غامقة شوية، أو اللي ما بينزلوش من البيت خالص، ما بيتعرضوش للشمس، أو ماشيين على نظام نباتي ما بياخدوش أكل فيه لبن كتير. طيب إيه الحل للموضوع ده؟ حلو إن أنت ممكن تتعرضي للشمس على الأقل 2 مرات في الأسبوع، حاجة بسيطة. تعرضي اي مكان من جسمك ولمدة 10 أو 15 دقيقة كفاية. طيب في حل تاني، ممكن من الاكل، ممكن اللبن، البيض خصوصا صفار البيض، او ممكن انواع السمك المشهورة زي الماكريل، التونة او السلمون. برضو الكالسيوم مهم قوي لانه مفيد لعظمك اثناء الحمل واثناء الرضاعة. طيب هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في الزبادي، في اللبن، في السردين، وفي اللوز. بعد كده في 3 حاجات مهمين قوي لزيادة الخصوبة بتاعتك وبيحافظوا على سلامتك أثناء الحمل. ايه هما؟ أول حاجتين بقولهم مع بعض هو الفيتامين السي والزنك. دول يعتبروا مضادات أكسدة أقوية جدا وبيحافظوا على سلامة البويضة بتاعتك. طب فيتامين سي ده نلاقيه فين؟ هلاقيه في الفلفل، في البرتقال، في الليمون، في الجوافة، في الفراولة. طيب الزنك هنلاقيه فين؟ هنلاقيه ممكن في المكسرات واللحوم الحمراء. حاجة التالتة بقى هي وزنك. وزنك مهم قوي أثناء الحمل. لو وزنك أقل من وزنك المثالي ده بيأخر شوية في الدورة بتاعتك وبيقلل الخصوبة، ولما تحملي برضو بيأثر على الطفل أو الجنين، إنه ممكن ينزل بدري عن الشهر السابع، ممكن ينزل وزنه أقل من 2 كيلو. طب ولو وزنك أزيد من وزنك المثالي ده برضو ممكن يعمل اضطرابات في الدورة بتاعتك، وممكن يحصل فشل أصلا في التبويض، وممكن يقلل نسب حدوث الحمل بتاعتك. طب ده بسبب إيه؟ بسبب هرمون الاستروجين والأندروجين. آخر حاجة وهم السيدات اللي عندهم السكر أو مشاكل في الغدة الدرقية أو ماشيين على نظام غذائي نباتي، لازم يروح للدكتور قبل لما يفكروا اصلا في موضوع الحمل عشان يظبط لهم المشاكل دي عندهم، عشان ما يحصلش مشاكل لصحتها ولصحة الطفل بتاعها. اخر حاجة حابب اقولها، يا ريت الستات تروح للدكتور مش بس بعد الحمل، لا يا ريت تروح له قبل الحمل عشان نحافظ على صحتك انت وصحة البيبي بتاعك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.